هذا اللي عليك يابا، ان شاء الله يابا اللي حقك بجاه حبيب محمد قبل ما ياخذ وداعتي. بس اشوفهم يابا لعلي وحسن وخضر. نايمة هذيك المجنونة هلا؟ نايمين والله نايمين، ما غيرت تلفونها، اعطتها لإسراء. هلا بسكر، شوف كيف بسكر. تلفن لمنى اشوف، شفت بدلتها؟ ما انت حطيت رقمام هون على رجال الغرب، جوزها خنقها، اعطتها لبنتها. تلفن لمنى، مين هاي؟ ليش تصير منظرها؟ مين هاي؟ سعدة ولا قرب اشوف التليفون. سعدة ليش؟ الو الو حبيبي قلبي، ليسا ليسا حبيبي، انت عم تشرب شاي؟ لا. ليه تاتا اختي الشليتي ما عم تسيك شاي؟ قوم الصبح انت انت وتاتا اشرب شاي. جيب اشوف الصوت. اما تتشخ هلا طول بالك، سكر. وين؟ الو السلام عليكم، كيفك؟ الو عم تسمعيني؟ الحمد لله، كيفك يا رضوان؟ الحمد لله. رد عليها، كيفه عبيد؟ اشتقنا له لعبيد. الو عبيد منيح الحمد لله، نايم. عبيد يا حمودي شديد عوينات، وينك؟ بكره خلي اختك هدى تاخذ اولادها ساعه زمان او نص ساعه زمان، يشوفوا جدهم، تاخذ دريس وتاخذ الصبي الصغير، عرفتي كيف؟ او تاخذ الصبي واحد. والله ما تروح تشوفي لابوك احسن ما ندشرك. ايه ليش ليش انا ما خفتش من هذا الكلام؟ انا ما خفت من هذا الكلام، كان يقولوا إيه تروحيش عند اختك هدى ولا عند هاي ندى وتمشيش معاهم ولا اخواتك. شوف قلنا مع بعض انه عم بيعملوا، كانوا عم بيعملوا افلام وبيخططوا. ايه بس انا ما رديت عليه، افلام وبيخططوا، انا ما رديت عليه. قال لي العالم بتقشر عليك، قلت له تقشر بدها تقشر عليك العالم، كيف انت ابوك طحاك وجبتك قلت لك تعال على البيت؟ بتقشر عليه الوسخ، فهمتي علي؟ الوسخ ايه ما تخافش منهم، بتقشر عليه الوسخ اللوطي العالم المقمرشي. خلص تحكيش اكثر من هيك، عارضنا. خلص بدناش نحكي اكثر من هيك. ابوه لعنه الله عليه، ادي واقف خلص، اختصري بقى. لعنه الله عليه بصحته، امين يا الله. هلا شفت صورة ابوك صرت ابكي، قلت له يا رب اللي قاعد ابوي هالقعده هاي، يا رب اقعدهم واشوفهم بعدين خذ بودعتي. بس يا حموده عرفتي كيف؟ عم بتشوفي صورتي؟ شفتي صورتي؟ شفتها، اعطيتك اياها منك على الواتساب. لا هلا الصورة هي انا عم بحكي معك، شفتي صورتي؟ تحكيني ابنك حطيتك صورة هيك بس ما عم تحكيني فيديو انت. تكذب علي يا عرس، كذاب يا عرصة انت. كيف هلا هدى حكينا صوت الصورة شفتها؟ وين الصوت والصورة؟ هات اشوفها. انا هلا ما هلا نايمة، فينا افتح لك فيديو الاوضة معتمة نايمة. مشان هيك. طيب يعني تنسيشي بكرة، خدي او انت خدي ابن هدى، خدي واحد من ابن هدى خلي يشوف جده. كل جمعة بيعملوا علينا، كل جمعة بيعملوا علينا افلام. طيب افلام وخزعبلات. طيب انت للوقف المشاهد الخنازير، الله عليهم نسوان البناديق، الله عليهم الله عليهم الله عليهم. بس زي ما قلت لك، خدي ولد من اولاد هدى، خدي دريس معاكي او يوسف،
وخليه يشوف ابوه، وهي ما تخافش تروح تشوف ابوها ولا تنطر لما يتوفى ابوها، تقعد تبكي تقول يا ريتني ما روحت. باي باي. باي. اه تروح تشوف لابوها، قولي لها ما تخافش من هون. ايوه مساء الخير، كيفك؟ كيفك يا رضوان؟ يلا روح. ايوه مساء الخير، كيفك؟ كيفك يا رضوان؟ انا ندى، كنت نايمة هلا فقت. كيف كنت بودي عليكم؟ هذا اليوم ما عندي بالبيت، بالبيت ما عندي امك هي وبناتها. انا جيت من سوريا، بيطلعوا 200 كرون بدي اعطيه اياهم، عسى ترى مره ما يجيب لي، قلت بجمعهم انا بين ما يجي اللي بده يطلع لي اياهم الاغراض. كلفوه 200، بدي اقول له تفضل، لان عيب شو نحن بدنا نستكسبه، يقول بدك تستكسبني، مشان هيك بدي اخذهم منه، عم بجمعهم. بدي اعرض عليه اقول له خذ هدول يا عبد الله، هاي 200. الو ادريسه، بكره روح روح عند جده، خلي ماما تاخدك عند جده وتشوفك ويشوفك جده، اوكي؟ ما بتسمعني اذا مسكر الخط. بكره روح شوفه جده، بكره روح شوفه جده، اوكي؟ ايه جده، خلص سكر. ايه لا ايه لا روح لا ببين تلاقي من يخدمك ويطعميك، روح امشي بتريح امك. ايش بضحك بعياط الله يا بيي بضحكوا. قصدي اقول هلا يوسف بيقول عنك مين؟ ليسا عم تاكل؟ الو ما فاتحة تليفونك صوت وصورة اتفرج. انت اللي حاطط لها قرون؟ كيف لا؟ ولا كذاب عشان هيك بدهاش تبين حالها. ده نايمين هلا فقنا وادريس كان مريض. لا بغلط. لا تقول يا امك جيب التليفون لود، اوكي؟ يا حبيب قلبي لود ولا اخش على الموت لود لود. لود يلا لود له ما عم صور هيك يا ابني الشمطة ولا بدون مصاري. يلا حبيب قلبي تليسا، حبيبي يبعد لها سوية هدى واللي لسه توسى وعينيها مرمين. والله زعلت يا حبيبي على زعلت يا حبيبي. حبيبي حبيبي الله يحميه، قري له ايات قرانيه. حبيب قلبي دريسو يا حبيبي الله يحميه يا خوي. حبيبي دريسو حبيبي يا حبيبي. زعل الشعر الحالي عند عمو الاسوان عبد الله، قال لي ما حكيني معي، قلت له كنت نايم ومريض يا ماما، قال لك بدي اساعد خالي عدنان، اخذته على الحمام وقعده على الكرسي زعل. حبيبي حبيب قلبي انتبه رضوانها، حبيبي حبيبي هيك ضعيف، هيك ضعيف خليه يشوفني، ابرم هيك انا كمان اشوفه. حبيبي خليه يشوفه يا رضوان. حبيب قلبي يا خالتي شو تعمل، عيني انا كمان شوف شو بعمل، انا مريضة بعيني يا خالتي، شوف شوف شو بعمل من السقعة. يا حبيبي عم بس عم بشرب بشرب شاي من السقعة. حطي معه جوز هند، كثير طيب الشاي مع جوز هند والقرفة. ما بقدر، اجري ملعلبة. اجري ملعلبة. القرفة والجوز الهند مع الشاي كثير طيبين يا سلوى. شو طبخت اليوم؟ كوسة محشي. اه، يلا صحتين. وين هي؟ كوسة مع الملقة. اه حبيبي، حبيب قلبي صحتين.
يا خي ارجيني يوسف كمان، هذا اشوف يوسف يا خي حبيب. وين القلعه يا خي؟ ما شاء الله ما شاء الله، بقول لك كلها سعده هي وصغيره، لاني كنت شايفاها لسعده هي وصغيره. يا سوفي بيعطيها نتفه كمان، بس اكثر شيء لاخته سعده، مش بس سعده نظرته ونظرته. يا حبيبي يا حبيبي، ايه وين تيتا؟ هو بيحكي لي وين تيتا؟ تعمل مشاكل تيتا؟ وين تيتا؟ تيتا ايه تعمل مشاكل تيتا؟ تعمل مشاكل تيتا؟ ولا عارس، تخليش التليفون على وجهي حبيب قلبي يوسف. يا حبيبي ايه حبيب قلبي، اه خد خد حبيبي حبيبي، شايفه من الشغل صفر يا يوسف، بحب صفر. اه خليه يشوفني عم بصفر ليك يا السوفه. بس هدلاكي اذا لقيتي، اذا لقيتي حلبه جيبي لي شويه حلبه ب 2000 او 3000، اذا ضل معك مصاري، اذا ضل اذا ما ضلش ما تجيبي. تكرم عينك. وينك بديش اياها شقره؟ تكرم عينك. سامعان دي اياها شقره. يا خي ارجيش الحيطه ولا ايه؟ يلا فكري تلوى عم بحضر المسلسل بعدين بدك اياها. هات يا سوفو يا خي قرب اشوف. خليه اشوفه، خليه ليه عم بيصرخ؟